بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم مع مقرر الحاسب آلي في التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية، جامعة الملك خالد. مقدمة في الحاسب الآلي. أولا، أهداف الدرس. بناء هذه المحاضرة يجب أن تكون قادر على أن 1- تعرف ماهية الحاسب الآلي. 2- تعرف أجيال الحاسب الآلي. 3- تفرق بين الأجيال المختلفة للحاسب الآلي. 4- توضح أهم مميزات الجيل الخامس من أجيال الحاسب الآلي. مقدمة. يعد اختراع الحاسب الآلي من أبرز سمات ثورة المعلومات والاتصالات، وهذا ما دفع البعض إلى تسمية هذا العصر بعصر الحاسبات الآلية والثورة الصناعية. وهذه التسمية لم تأتي من فراغ، وإنما أنتجتها إمكانيات الحاسب الآلي وقدراته الهائلة، حتى أصبح تقدم الدول في العصر الحالي يقاس الآن بمقدار ما تستخدمه هذه الدول من الحاسبات والبرمجيات وشبكات الإنترنت. أجيال الحاسب الآلي. مر تطور الحاسب الآلي بعدد من المراحل كما يلي: 1- الجيل الأول. استخدمت الحاسبات في هذا الجيل لأغراض خاصة، وكانت كبيرة الحجم وغالية الثمن وبطيئة في التعامل مع المعلومات، ولم يكن إنتاج الحاسب الآلي في هذه الفترة لأغراض تجارية. والشكل التالي يوضح الجيل الأول من أجيال الحاسب الآلي. 2- الجيل الثاني. استخدمت في هذا الجيل الصمامات المفرغة، وكانت كبيرة الحجم وثقيلة الوزن وسرعتها بطيئة، وكانت تستهلك طاقة كهربية كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب. ومن أشهر حاسبات هذا الجيل الحاسب الإلكتروني IBM، الذي استخدم ذاكرة عبارة عن اسطوانة ممغنطة، واستخدمت البطاقات المثقبة قواسيط إدخال وإخراج. والشكل التالي يوضح الجيل الثاني من أجيال الحاسب الآلي. 3- الجيل الثالث. في هذا الجيل تم استخدام ترانزستور والدوائر المتكاملة في تصميم الحاسبات الآلية بدلا من الصمامات المفرغة التي استخدمت في الجيل الثاني، ونتج عن ذلك تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي قلت درجة الحرارة. كما أن أحجام حاسبات هذا الجيل أصبحت أصغر وزادت سرعتها. والشكل التالي يوضح الجيل الثالث من أجيال الحاسب الآلي. 4- الجيل الرابع. في هذا الجيل تم استخدام مادة السيليكون لتصنيع الدوائر الإلكترونية وشرائح الذاكرة، مما زاد في سرعة التخزين وسرعة في معالجة المعلومات. والشكل التالي يوضح الجيل الرابع من أجيال الحاسب الآلي. 5- الجيل الخامس. أدخلت تعدلات مهمة في هذا الجيل من حيث نظم التشغيل ونقل البيانات ووحدات الإدخال والإخراج والقدرة على التخزين وكذلك استرجاع المعلومات بسرعة فائقة. ونتيجة لتطوير رقائق صغيرة من السيليكون تدعى المعالجات دقيقة الحجم مايكرو بروسيسور، قد أدى هذا الاختراع إلى صغر حجم الحاسب الآلي وارتفاع مستوى الأداء وانخفاض الأسعار أيضا. والشكل التالي يوضح الجيل الخامس من أجيال الحاسب الآلي. ملاحظة هامة: يعد الجيل الخامس أطول أجيال تطور الحاسب الآلي نتيجة لاستخدام نفس الرقائق والمادة المصنوعة منها والتي تدعى السيليكون إلى يومنا هذا. والآن عزيزي الطالب مع التقويم، حاول الإجابة عن الأسئلة التالية: 1- اكتب نبذة مختصرة عن ماهية الحاسب الآلي. 2- ما هي أجيال الحاسب الآلي؟ 3- ما هي مميزات الجيل الخامس من أجيال الحاسب الآلي؟ 4- ما هي توقعاتك لمستقبل الحاسب الآلي في السنوات الخمس القادمة؟ وشكراً.